تستخدم الزيوت الطبيعية منذ القدم بالكثير من الاستخدامات، منها غذائية ومرورا من الاستخدامات التجميلية والعناية بالبشرة وحتى الاستخدامات الطبية والعلاجية. أكيد أريج وظهر مؤخرا فن العلاج بالعطور باستخدام الزيوت العطرية، وهو من فنون الطب البديل لأثبت فعاليته لعلاج العديد من الأمراض. لنتعرف أكثر على هذا العلم وفوائده وميزاته. بصيرنا نرحب معنا بالدكتور شادي الخطيب، رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي وعضو في نقابة صيادلة سوريا. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. يعطيكم العافية. اهلا وسهلا فيك دكتور شادي. بالبدايه خلينا نتعرف اكثر شو هي العلاج بالزيوت العطريه. طبعا العلاج بالزيوت العطريه موضوع مهم جدا وموجود عبر التاريخ، يعني من ايام المصريين القدماء كانوا يعتبروه عرق الالهه. العطر يعتبروه عرق الالهه. طبعا هو كونه بيمثل خلاصه من يعني خلاصه مركزه من النبات، وبالتالي نحن عم ناخذ الفوائد الاساسيه من هذا النبات. هناك تقييمات كثيرة لهذا النوع من يعني خلينا نسميه الطب التقليدي أو الطب المتمم المكمل، يسمى أروما ثيرابي، أي العلاج بالعطور، موجود في معظم دول العالم متحضر. من حوالي 1900 وشوي بدأ يدخل كفرع من فروع الطب التقليدي، وأصبح هناك كثير مؤلفات عالمياً. الحقيقة نحن في عنا بتاريخنا العربي يعني معلومات كثيرة تفيد بأن العرب هم من أهم من طوروا استخدام هذه العطور في المعالجة، واستخدموا تقنيات التقطير والاستخلاص للحصول على هذه المركبات. نحن نعرف اليوم بدمشق القديمة بأسواق العطارين بحلب وبغير مناطق كيفية تقطير ماء الزهر وماء الورد واستخدام الإنبيق اللي هو الآلة الأساسية اللي كانت تستخدم أو الكركة لتقطير الزيوت العطرية. طبعا نحن اليوم نعرف الزيوت العطرية هي تكون كميتها قليلة جدا ضمن النبات، لذلك نحن كمية كبيرة من النبات لحتى تعطينا كمية قليلة من هذا الزيت العطري كمردود استخلاص. ولكن هذا المردود الاستخلاص اللي بينتج عنا في يعني كذا مرحلة، في بيكون هو غني بالتربينات، في الجزء اللي هو عبارة عن مائي أكثر، فتبعا للنوع يتم تصنيف تلك العطور إلى أصناف محددة ويتم استخدامها سواء بالطريق التطبيق الموضعي على البشرة أو بالاستنشاق جزء منها باستخدام، أو جزء الآخر ضمن يعني مستحضرات داخلية حتى نقط تضاف إلى مركبات أخرى وتستخدم عن طريق الشرب، سواء بما نسميه الكبسول الطري أو السوفت جيلاتين، أو أيضا ضمن الشرابات والمستخلصات واللي مثال عليها أدوية وشرابات السعال اللي مستخدمة عالميا، كمان يدخل فيها المقطرات النباتية بشكل كبير. دكتور، يمكن العلاج بالعطور معروف منذ القدم بس ما كتير بنسمع عنه أو مسلط الضوء عليه بشكل أكبر، خلينا نحكي أكثر ونشرح للمشاهدين كيف بيتم مزج العطور للاستخدام في العلاج. الحقيقة في تقنيات مهمة جدا اليوم، نحن أنا بعتبر هذه الممارسة ممارسة منسية، يعني هي المفروض أنه نحن خاصة ببلادنا تكون متوفرة أكثر في الصيدليات ومستخدمة من قبل الشعب، لأنه إذا بنرجع بالكتب القديمة مثلا الزهراوي في كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف ذاكر بقسم خاص المعالجة بالعطور، كيفية الاستخلاص، المزج، استخدام هذه العطور للمعالجات المختلفة. اليوم نحن الغرب أخذ هذه الثقافة وعممها وأصبحت يعني ثقافة معتمدة بشكل رسمي، سواء ضمن العلاجات بالصيدليات أو حتى في مراكز السبا أو حتى في مراكز الأروما سيرابي المساج، كله بيستخدم زيوت عطرية. هذه الزيوت العطرية سواء عن طريق تطبيقها الموضعي أو استنشاقها عم تعطي مفعول مهم جدا فيما يتعلق بموضوع تهدئة الأعصاب، فيما يتعلق بموضوع مشاكل تشنجات الكولون، المشاكل العصبية، اضطرابات النوم، الزكام ومشاكل الجهاز التنفسي العلوية. أيضا هناك البعض منها يستخدم لعلاج انتانات الطرق البولية،
ويعني بعضها موضعيا لعلاج آلام المفاصل، هناك البعض يستخدم لمشاكل الشعر، العناية بالبشرة، يمكن بهالوقت إطالة دكتور عمر نحن كثير الخلية. عم نرجع يعني للطبيعة واستخدامات تمام. الطبيعة بوقتنا الحالي، ودائما يمكن وقتها نحكي عن العطور او نقرا عن استخدامات الزيوت العطرية بنسمع بشيء اسمه دائرة العطور، خلينا تمام. نتعرف عليها اكثر دكتور على هالدائرة شو هي؟ الحقيقة قدروا يكتشفوا، نحن بعد ما عملنا الاستخلاص لما بنحصل على زيت من المركبات من النبات، هذا المركب الزيتي له خواص، هذه الخواص تختلف عن غيره من الزيوت. استطاع العلم أن يحدد المادة الكيميائية المسؤولة عن هذه الخاصية، وبالتالي من خلال تحديد هذه المادة الكيميائية وجدوا بأن العطور تقع ضمن دائرة، هذه الدائرة تكون متصلة، بمعنى أن الروائح تنتقل من مكان إلى مكان. هناك رائحة الأخشاب ما نسميه الوودي، نحن عم نحكي عن خشب الصندل مثلا، هناك رائحة الفروتس أو هي رائحة الفواكه التي نشاهدها في الطبيعة، هناك رائحة الفلورال اللي هي الرائحة الزهرية، رائحة الزهور، هناك أيضا الروائح اللي نحن نسميها المائية التي تكون أقرب إلى روائح الجرين اللي هي رائحة الجراس، العشب الخضراء. هذا التنقل في هذه الدائرة هو ما يعطينا مثل عقارب الساعة، نحن عم ننتقل من مكان إلى مكان آخر تتغير الرائحة. تماما. هنا تأتي خبرة المعالج، بأنه نحن بدنا نعطيه لشخص مزيج من زيوت، فنحن بنستخدم تبعا لحالته، ممكن ناخذ من الرائحة العطرية مع الرائحة الخشبية، نمزجهم مع بعضهم فنحصل على رائحة مزيجة جيدة في علاج مشكلة معينة للمعدة. مو شرط تتاخذ من مكون واحد او من لا لا، نحن عم رائحة نحكي عن واحدة. مزائج هون. تمام. هي دائرة العطور الهدف منها انه نحن كيف نحصل على مزائج عطرية. يعني انا بدي استخدم زيت اللافندر مثلا اللي هو زيت الخزامة مع زيت مثلا اكليل الجبل. ما هي فئة المزج؟ كيف بيتم المزج؟ شو الرائحة يعني البسيطة اللي بتنتج عن مزج هذين الزيتين المختلفين عن بعضهم البعض بالتصنيف؟ إذا هي بنية تصنيفية دائرة العطور. هناك أيضا ما نسميه نحن يعني عطور رأس الهرم ووسط الهرم والقاعدة. العطور القاعدية التي تستطيع أن تعطي يعني اختراق أكبر وتعطي فترة أطول في التأثير، أما العطور التي تكون في قمة الهرم فهي نحن بنسميها العطور التي يعني تستنشق بسرعة، وبالتالي بيكون تأثيرها محدود لمدة دقائق. تمام. هناك أيضا تصنيف آخر يعتمد على المادة الكيميائية، كيف ننتقل من مركب إلى مركب آخر؟ على سبيل المثال مثلا البصل، رائحة العطر الذي فيه يحتوي على نوع من أنواع الكبريت. ننتقل إلى الثوم، فيه أيضا مركب كبريتي ولكن ذو رائحة مختلفة نوعا ما. ننتقل إلى مثلا الصندل، هناك رائحة تختلف تماما بالمزائج. هنا تحديد المادة الكيميائية ساعد العلماء على اصطناعها بشكل كيميائي، وبالتالي أنا إذا ماني قادر استخلص كمية كافية، وأضرب مثال على ذلك الزعتر. الزعتر نحن من التيمون ممكن نحن نصنعه تصنيع كيميائي ونحصل على الرائحة، وهذا ما نسميه الاسنس او اللي هي المركبات المصنعه كيميائيا. ولكن الافضل في المعالجه ان نستخدم العطور من مصادر طبيعيه والتي نستطيع ان استخلاصها بشكل مباشر من المركب النباتي المطلوب. فعلى سبيل المثال نحن هون عم نحكي على الأوكاليبتوس. الأوكاليبتوس مثلا هو نبات موجود بسوريا يدعى كينا الشام. كينا الشام هو مركب يعني مشهور بسوريا ولكن اسمه الكينا الكاذب. الكينا الكاذب اللي هو سينشونا، الكينا الحقيقي سينشونا دايفرز، الكينا الكاذب أوكاليبتوس جلوبولوس اللي هو عطري. هذه الأوراق العطرية يتم استخلاص هذا المركب. أهمية استخدامه مشاكل الزكام، هي غير دكتور اللي الكينا اللي بتكون يمكن الأشجار اللي بالطريق بتكون مزروعة. لا، هي الكينا اللي هي بالطريق. اما الكينه الحقيقيه هي الاشجار الكبيره اللي هي ما انا موجوده عندنا هون، تستخدم لعلاج الملاريا ومقويه للقلب. هذا النوع من الكينه اسمه كينا الشام. كينا الشام فيه هذه الاوراق التي يمكن استخلاص عطورها واستخدامها لمعالجه
انتانات الطرق التنفسيه العلويه، مشاكل الزكام والمشاكل الصدريه بشكل عام. ممكن استخدام استنشاق عن طريق وضع بضعه نقاط على كميه من الماء وتبخيرها في المنزل. ممكن ان نحصل ايضا على ذلك من خلال اضافتها الى سيروم ملحي وارزازها ايضا مفيده. ممكن ايضا تطبيقها بشكل موضعي على منطقه الصدر فيساعدني ايضا على تحسين التنفس بشكل جيد. هذا بالنسبه لي بتكون وقت يعني نغلي يمكن اوراق الكينا او اي حتى اوراق نغلي المي. نحن دائما ننتبه انه الزيت العطري يتخرب بسرعه، فنحن ما بنحكي عن تقنيات استخلاص بسيطه في المنزل، انه نحن غلينا المي تركناها لدرجة مفترة وسقطنا الأعشاب فيها، نترك هالطبقة الزيتية العلوية هي وعم تطلع نستنشقها بشكل جيد، فهذا مفيد. ممكن نحن نستخدم ورق الـ يعني الأوكاليبتوس أو ورق الكينا بالبيت. نحن بنقطف كم ورقة بنغسلهم شوية بالماء مشان ننظفهم من يعني ممكن يكون في غبار أو شيء، وبنغلي المي وبنخليهم عليها ممكن مع كمية من البابوناج، فبنحصل هيك على زيتين مفيدين، البابوناج والأوكاليبتوس اللي بيساعد على التنفس والاستنشاق بشكل جيد. ممكن إضافة الزعتر البري بهذه الخلطة، فهيك بنحصل على خلينا نقول يعني مزيج من زيوت مفيدة للشتاء. الزعتر البري مع النعنع الفلفلي مع البابوناج مع الأوكاليبتوس، هذول الأربعة بيساعدونا بشكل جيد على الاستنشاق والراحة في التنفس. دكتور اليوم معك يمكن مجموعة من الزيوت والأعشاب، خلينا نحكي عن الزيوت اللي يمكن يعني تدخل بعلاج الاكتئاب وكيف تستخدم فينا. الحقيقة نحن اليوم بشكل عام عندنا الوردة الدمشقية من يعني التقاليد الشامية المفيدة جدا. يعني بس نذكر يمكن وردة دمشقية لحاله الواحد هيك بيحس نرجع فيها للتراث للتاريخ يعني عظمة الماضي السوري. الحقيقة الوردة الدمشقية استخلاص عطرة وشزاها مفيد جدا في موضوع تهدئة الأعصاب. ممكن إضافة الخزامة أو اللافندر، أيضا ممكن إضافة اليانسون زيت اليانسون. هذا المزيج الثلاثي إذا استنشقناه نحن في بالمنزل عند يعني فترات اللي احنا بحاجة فيها للنام أو لنهدى فبناخد نتائج مهمة جدا. طبعا خلال اليوم إذا خلينا البيت دائما يعني يعبق بهذه الروائح العطرية فرح يأثر إيجابا على تهدئة الأعصاب. كيف يستخدم دكتور؟ إما نحن نأخذ الزيت المقطر وممكن استخدامه بشكل استنشاق أو ممكن إرزاز أو ممكن حتى نحن نوضعه على عادة بنحط ماء يعني حمام مائي بنسميه، بنحط ماء في قدر وبنحط أعلاه يعني ممكن يعني كمية من الزيت مع كمية قليلة من سيروم ملحي أو قطرة أي نوع قطرة فيها يعني ماء الملح، فنحن بنخليهم مع بعضهم وبتكون عم تتبخر رويدا عن طريق بخار الماء اللي عم ينتج من الغلي الماء، لذلك ما بنغليهم بشكل مباشر، فرح تتبخر هذه الكمية ويتم يعني انتشار هذا العبق في المنزل. أو ممكن استخدامه بهذا الشكل، يعني ممكن استخدامه إرزاز. تمام، بس نحن عم نحكي كمان يمكن لهيك يمكن البيوت الدمشقيه بتلاقيها اغلبها يمكن فيها فسحه ديار وزرايع واعشاب، لهيك عم نقول هون يمكن الورده الدمشقيه بتخفف من الضغط والتوتر. بتخفف من التوتر اساسا انا بدي اضرب لكم مثال بسيط. بمارستانات بسوريا القديمه، في البيمارستان النوري، في عنا البيمارستان الأرغوني بحلب، هذه البيمارستانات كانت تعتمد، هي تعتبر أماكن لمعالجة الأشخاص اللي عندهم معظم الأمراض، ولكن أكثر مرض كان يعالجوه الأشخاص اللي في عندهم انفصام شخصية، يعني اللي عندهم مشاكل نفسية. الحقيقة كانوا يستخدموا زيت الحبق، يعني العطور الناتجة عن الحبق في يعني معالجتهم. ايضا هناك المركبات البرجموت او ما نسميه ب يعني انواع الليمون المتعدده اللي موجوده هون، ايضا الانواع العطريه منها كمان تعطي روائح عطريه مهمه، والياسمين الدمشقي. كانت النتائج المعالجه مهمه جدا وخاصه باستخدام الحبق. وبنلاقي ارض الديار دائما بهذه الـ يعني المشافي او البيمارستانات تكتظ بهذه الانواع من النباتات العطريه بالاستفاده من الروائح العطريه في المعالجه بشكل مفيد جدا، وهذا ما يعني يتم استخلاصه ضمن هذه المركبات، ممكن استخدامه بشكل دوري.
كمان دكتور مشان نستفيد من الوقت اكثر، كثير من الاشخاص بيعانوا من الم او صداع، كمان شو اهم الزيوت العطريه تستخدم بعلاج هالمشاكل؟ تمام، هلا نحن بنرجع بنقول نحن موضوع الالم الالم المعمم نحن اللافندر مع الخزامه، يعني الخزامه هو يعني زهره الخزامه موجوده نحن اوراق الخزامه والمليسه زيوت العطريه مفيده جدا لتهدئه الاعصاب بهذا الشكل ومعالجتها. اما اذا بيكون في عندي مشكله محدده بمكان معين فممكن نحن ان يتم معالجتها بعمليه تدليك بالزيت العطري. بنضرب مثال على ذلك، الزيت العطري الخاص بالصنوبر، الزيت العطري الخاص بإكليل الجبل، ممكن مزيج منهم مع كمية قليلة من أيضا الخزامة وتدليك المنطقة المصابة بشكل هادئ بيساعد بشكل مفيد جدا. هي إذا عم نحكي بشكل تدليك، أو إذا عم نحكي نحن بشكل استخدامه لازم ننتبه إذا نحن بدنا نشربه شرب ننتبه على مكونات الزيت ما يكون فيه كمية من الكحول، لأنه معظمهم بيكون استخلاصهم كحولي. ممكن نحن نحضره في البيت مثل ما قلنا، نفصل طبقة الزيت أثناء عملية التحضير ويتم إضافة هالمركبات لبعض البعض والاستفادة منها. مثال ذلك الزهورات الدمشقية، الزهورات الدمشقية معظمها غنية بالزيوت العطرية طبعا إذا كان الحفظ جيد. نحن عم نحكي عن مركبات المليسة، الختمية، الخبازة، الورد الدمشقي، هدول كلهم مع بعضهم كتوليفة، الليمون الهندي، الكركديه، يعني هدول كلهم مع بعضهم بيحتوي على زيوت عطرية. ممكن نحن عملية تحضيرهم الصحيحة بالحفاظ على الزيت العطري اللي رح يطلع في أعلى الكوب اللي نحن محضرينه بيساعدني أيضا لتهدئة الأعصاب المعممة، لذلك نحن بننصح دائما باستخدام هذا. إذا كان في عندنا مشاكل تانية مرتبطة بالمعدة فممكن نحن نستخدم الكمون، الكراوية، اليانسون والشمرة والشبت. الشمرة هي الأهم الحقيقة، حتى نحن عند الأطفال إذا بدنا نعطيهم شيء زيت العطري تبع الشمرة يساعد بتخفيف تشنج المعدة بشكل إيجابي ومفيد. إذا في عندنا حالة إقياء أو غثيان فنحن نستخدم الزنجبيل، الزنجبيل مفيد جدا في هذه الحالة ويعطي نتائج مهمة جدا لتخفيف الغثيان والإقياء المرافق لمشاكل المعدة. دكتور شادي الخطيب، يمكن عالم الأعشاب عالم واسع بس وقتنا خلص، نتشكرك على وجودك معنا الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. شكرا كثير. شكرا لكم، يعطيك العافية. شكرا لك دكتور، أضفت لصباحنا يعني نفحات عطرية دمشقية. شكرا كثير لك، يعطيك العافية.